إلى الميادين وإلى المنتخب الجزائري. والمنتخب الجزائري فاز على المنتخب المغربي 27-22. تنطلق المباراة والهجمة للمنتخب الكاميروني. بن مني أو عفوا أنيس زعموم أيضا يبدأ كأساسي. رحيم على مستوى التنسيق. أسامة أبو جناح كدائرة ثانية تسديدة وأول أهداف أنيس زعموم في القائم الأول. يفتح باب التسجيل بتسديدة قوية ذكي مرمى خليفة أو يدخل عادل بوسمال الذي يعوض الحارس بن مني. راعي التمريرة لن تصل لي حمود. تعود المنتخب الكاميروني صعد الكرة تقطع بذكاء عودة سريعة لزعموم. فوضوية في الهجوم والإشارة باللعب السلبي. زعموم أربع خطوات تصل الكرة لكيفر في وضعية صعبة يضيع تضيع يستلم كور عديدة. ليس هناك تغطية أو حراسة على اللاعب الدائرة في الدفاع الخضر إلى حد الآن في هذه البطولة. رحيم زعموم يمر في الجهة الخارجية يستفيد من تسع أمتار لاعب المجمع البترولي تحت العارضة. كرة فونكوا 15 دقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. تصل الكرة للجناح يكتمل عدد المنتخب الجزائري. زعموم يتقاطع مع الشاب. النصف النهائية في هذه البطولة بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي. يفكر في مباراة المنتخب التونسي في نصف النهائي. خسر أمام المنتخب المصري. لا نريد أن يخسر للمرة الثانية في هذه البطولة. حامل اللقب النسخة الأخيرة للمنتخب الجزائري. هدفه الأول هو التأهل للمونديال، مونديال فرنسا 2017. تسديدة تصطدم بالحكم السنغالي. تسديدة أنيس زعموم. وقف لمدة دقيقتين لدانيال تاتو. شاهدوا الأخطاء الدفاع الحج اللاعب الكاميروني لم يفعل شيء. قام بحائط الصد فقط. هذا هو التحكيم الإفريقي. يجب أن نتأقلم. بوشكريو يعصب. دخل مسعود بركوز في الجهة اليسرى. يتوغل. يخترق. أنيس زعموم. سعود بركوس. أنيس زعموم. ينجح زعموم للمرة الثانية على التوالي. سعود بركوس. زعموم كيفير. أنيس زعموم تصل لمسعود بركوس. كور حقيقية وصعبة من 6 أمتار. تحرك بدون كرة رائعة لي أنيس زعموم خلف المدافع. شاهدوا تحرك خلف المدافع بدون كرة يستلمها من زميله أسامة بوجناح. بوجناح التسديدة من زعموم. هدفه الخامس في هذه المباراة. هدفه الخامس في هذه المباراة قبل المونديال. لأن اللاعبين لاعبي المنتخب الجزائري بعضهم رحيم وأنيس زعموم. تحرك بدون كرة يطلب الكرة في المساحة. أنيس زعموم يقدم مباراة كبيرة. الوحيد الذي يتحرك، الوحيد الذي يحاول، الوحيد الذي يجازف.
6 اهداف الى حد الان لانيس عموم. الدفاع 3-3 لم يطبق بطريقه جيده. زعموم كالعادة، مباراة كبيرة لزعموم. إيقاف لمدة دقيقتين ليانيك دوكلير. شاهدوا كيف يتخلص من المدافع، يتحرك بدون كرة، يستلمها من رحيم بفارق هدف واحد. والمنتخب النيجيري الذي انهزم بفارق 14 هدف أمام المنتخب المصري. هناك مباراتين للمنتخب الجزائري قبل الوصول للمباراة النصف النهائية. زعموم ينهيها، الهدف 34 للمنتخب الجزائري.